فين اخويا جاتك اليوم التبوريضه وعلاش جيت اليوم الدات اليوم جينا باش نتفرجوا في التبوريضه المهرجان تاع كبار التبوريضه مزيانه كنجنفوج شويه جات اجواء السنه اجواء شويه مزيانه تبرد عاديه توحشت ريحه البارود نعم توحشت ريحه البارود شويه بدا كيخرج يفوج في هذا موسم الصيف راه كيخرج يفوج شويه شنو رسالة وجه الناس اللي وقعوا على هادشي يعني. كنشكروهم تنظيم جيد تنظيم زوين تنظيم في المستوى ماشي بحال كيف موالف عادي احسن من العام اللي فات بالنسبه للمحرك وبالنسبه للتنظيم كيفاش كان على العام اللي فات خير خير من العام اللي فات منين عجيت اليوم انا على جنة اخوك دابا انا ما لقيتش ما ندير في الدار فهمتي قلت نجنب الدروسين ومع نزيد شي ديال الخيل والتبوريضه ورقب رقاب وعاده عاده والوسام في الصدر فهمتي الله سمعتيها لا 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 كنسمى السكي كنشمو ريحه البارود حيت البارود كيحيد الخلعه كجاك اجواء اليوم خويا الله يعطيهم الصحه كاينين الخيول في المستوى اليوم داكشي عاجبنا حنا ضاربين الطريق باش نتفرجوا خويا جاي من كازا انا باش نتفرج جاي من كازا جاي من كازا باش كجاك اجواء السنه خويا الله يعطيهم الصحه هاد العام دايز داكشي زوين منظم الله وفين هاد الناس هاد العام منظم حنا راه كان عندنا العود وفرطنا فيه قال لك الفارس ده فارس ركاب اش فرطتي فيه نعم اش فرطتي فيه واخويا ظروف هي اللي خلاتنا فرطنا ما كاينش شي غيقابل لينا المحرك السنه مزيان داكشي مزيان داكشي الله يعطيهم الصحه الله عليهم شنو رسالة وجه الناس مسؤولين واقفين على هادشي والله يعطيهم الصحه والله يعطيهم الستر ها هو كاين ما كاينش ود على النظام بحال بنادم اللي داخل هنا المرا الخير ما طرف شي يتوقع بحال البنادم اللي داخل هنا ما خاصوش يدخل هنا عجبكم هذا العام هادشي هذا تبارك الله داكشي مزيان في المستوى نتمنوا من الاسف في كل عام وحشتوا ريحه السي وتوحشنا ريحه البارود انا جاي نشم ريحه البارود البارود راه كيحيد الخلعه الا كانت فيك الخلعه فيك الغلوه والبارود راه كيخرج من القلب دابا الا كان شي واحد طالع ما مسلمش فيه فوق العود ما تخرجش ضربه ماسه داكشي راه وعلى نيتكم ترزاقون تبارك الله على تكلم لي على الحظوظ ديالكم بالذات في هذه الدوره هذه الجمعيه زينه وفرحانين بها وبهذا التكريم وبهذا الفرح تبارك الله وهذا الشيء راه كيفرح وهذا الشيء راه كيزيد قدام وهذا الحرفه راه حنا شادين من جدودنا جدودنا انا راكب ولد 14 سنه مع سلام بالريوي هو الشيخ ديالي ونهار اللي مات هو شديت انا اللي تعلمت شوف الاجواء اليوم في هذه السنه وهذه الاجواء فرح كثير تبارك الله وهذا الخير كثير تبارك الله كل شيء فرحان الجمهور فرحان ومولي الخيل فرحانين كل شيء بخير الحمد لله توحشتوا ريحه البارود توحشنا البارود ليله توحشنا عامين هذه ما ركبناش حنا توحشنا ورا في ما سمعنا كاين شي جمع ولا شي حاجه كنمشيو ليه خسر وجهنا وغاديين وفرحانين كل شيء بخير الحمد لله شنو رسالة وجه الناس اللي واقفين على هذا الشيء هذاك؟ هو سي هشام والمجموعه ديالو سعادة الباشا وسعادة العامل والله ينصر سيدنا هذا الشيء راه تبارك الله راه الخير هذا تبارك الله سي الحاج كلمينا على الحضور ديالك اليوم علاش جيتي هنا بالذات؟ جينا نشوفوا الخيل من عشاق مولي الخيل من عشاق ديال الخيل ياه جاك الاجواء السنه هذه في هذا المحرك هذا الجميل كلشي زوين تبارك الله كلشي زين تبارك الله شنو تقدر تقول الخيالة دابا الخيالة الله ينصرهم والله يعاونهم انتم الله يعينكم ويعاونكم وحاش واحد البارود الحاج اييه الله يا ودي الله يا ودي الله ضروب هو اذا حاليا مع ممثل حمار شنو رسالة وجه الناس اللي وقفوا على هذا الشيء الناس اللي عمال التوريد التقليدي للصلة المغربية الله يجازيهم بالخير وتبارك الله عليهم تفضل سي محمد باش يوصلكم جديد ديال اسفي الان تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي